أسكن على مسافة 500 متر من الميدان. بهذه الكلمات يبدأ الكاتب الأوكراني أندرو كوركوف كتابه الجديد يوميات الميدان، شهادة عن الأحداث التي جرت في العاصمة الأوكرانية كييف شتاء هذا العام من تشرين الثاني نوفمبر في العام 2013 ولغاية نيسان أبريل هذا العام. عرف بكتابه الأكثر مبيعاً البطريق الذي صدر في العام 1996. هذا العام حصل على وسام فرنسي، هو وسام جوقة الشرف في زيارة لفرنسا بمناسبة صدور كتابه يورو نيوز. التقت بالكاتب للتحدث عن الهوية الأوكرانية. أندري كوركوف، أعمالك ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، كثير السفر، تلقي المحاضرات وتتواصل مع القراء. إن كانت لديك فرصة لتبديد الصور النمطية عن أوكرانيا في عيون أوروبا، ماذا ستختار؟ الصورة النمطية القديمة التي لا تزال تستخدم من قبل الصحفيين الأجانب عن حقيقة أن أوكرانيا تنقسم إلى قسمين، قسم موال لروسيا وآخر لأوروبا الغربية. حين ألتقي بطلاب الجامعات الأوكرانية لا أرى فرقاً كبيراً بين شباب دونيتسك والفيف، جميعهم لهم تطلعات أوروبية أكثر من كونها روسية، إنهم مهتمون بالنجاح ومستقبلهم الوظيفي. في الوقت ذاته وبطبيعة الحال أغلب سكان أوكرانيا ولدوا في الاتحاد السوفيتي، على الرغم من صعوبة تغيير أذهانهم من المهم جدا إيجاد أرضية مشتركة معهم. في كتابك يوميات الميدان قارنت أوكرانيا بطفل مريض محاط بكبار قلقين بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هل انضمام أوكرانيا لأوروبا هي امتداد لحالة الطفل المريض؟ فالبلد قد لا يتخلص أبدا من هذه الصورة، ولربما الناس تستمر لسنوات لدفع ثمن هذه المساعدة. لا أعتقد أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي كطفل مريض. أولا على البلد أن يتعافى بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى ذلك بقية الأطفال المرضى سيظهرون أيضا وسيحتاجون إلى رعاية أوروبية. بالمقابل يمكن لأوكرانيا أن تعيد في الفضاء الثقافي والاجتماعي الأوروبي مفهوم مكانة كل أمة في أوروبا. إن كانت أوكرانيا اليوم أقرب إلى دول الاتحاد الأوروبي فهذا بفضل استعادة كرامتها كأمة، لا يمكن لأوروبا عدم رؤية هذا. في ثلاثية جغرافية إطلاق رصاصة التي عملت عليها لمدة 9 سنوات تتحدث عن ظاهرة الرجل السوفيتي، العقلية السوفيتية، ما هي بالضبط؟ العقلية السوفيتية هي التي تم تصميمها من أجل المجموعة، الفرد فيها لا يتمتع بدور مهم إلا إذا كان زعيما. أوكرانيا لم تقبل هذه العقلية على الإطلاق، لأن الأوكرانيين والأوروبيين يتمتعون بطبيعة فردية إلى حد ما. ما يتبادر إلى ذهني الآن صورة المزارعين الأنانيين، إنهم مستعدون للقتال من أجل ترسيم أراضيهم، بيد أنهم غير مبالين لفكرة الانضمام لحزب سياسي رئيسي، أو على الأقل إنهم غير معتادين على هذا الأمر. هذا يفسر أيضاً أن عدداً من الأحزاب السياسية غالباً ما تكون دون أيديولوجية. عدد الأحزاب المرخص بها من قبل وزارة الداخلية في أوكرانيا بلغت 184 حزباً. كل مواطن أوكراني له القدرة على تحقيق أهدافه إذا كان يعرف أن مستقبله يعتمد على هذا وليس على النظام أو زعيم حزب سياسي أو الرئيس وغير ذلك. ما هو دور المثقفين والشخصيات الثقافية في أوكرانيا في هذه اللحظة الحاسمة والحساسة؟ الكتاب الأوكرانيون يعرفون كيف يدفعون بالنقاش العام إلى الأمام، معظمهم من المدونين الموهوبين الذين يثيرون القضايا الهامة. نحن بحاجة إلى مناقشة ديناميكية، مسابقة للكلمات والأفكار والمفاهيم الفلسفية. منذ أكثر من 15 عاما أزور فرنسا من وقت لآخر لتقديم كتبي. أحيانا خلال هذه الرحلات أتحدث عن أوكرانيا، عن كتبي. أعتقد أنني بطريقة ما ساهمت في جعل الفرنسيين يعرفون الكثير من الأشياء عن أوكرانيا أكثر من قبل. على الأقل إنهم يميزون بين أوكرانيا وروسيا. القول إنني مواطن من بلد مزدهر أسهل بكثير من القول بأنني من وطن معذب يمر بأزمات عنيفة، أليس كذلك؟
أجل بالطبع، فمن الجميل أن نكون مواطنين فرنسيين. نحن نحب جبال الألب ومدينة أنسي وباريس وستراسبورغ. إثبات المواطنة حين نكون من جيتومير أكثر تعقيدا، لكن في الواقع عندما الأحداث التاريخية تقود البلاد بأكملها إلى لحظة الحقيقة، عندما تضع وجود هذا البلد على المحك، فإن هذا الشعور بالوطنية يتطور في كل فرد بغض النظر عن المكان الذي ولد فيه أو اللغة التي يتحدثها. لقد حان الوقت الذي إن كان لديك جواز سفر أوكراني وإن اعتبرنا أوكرانيا كبلد، سنحاول مساعدتها على البقاء على قيد الحياة كدولة. هذه الموجة الوطنية ستعمل على وصول جيل جديد من السياسيين الذين يختلفون تماما عن جيل ما بعد الاتحاد السوفيتي، جيل ما بعد الشيوعية. الكثير من الشخصيات الثقافية والكتاب والمصورين والسينمائيين ذكروا في أعمالهم الأحداث الأوكرانية التي حصلت في الشتاء الماضي. أين هو الخط الفاصل بين نقطة التحول التاريخي والمال السهل لتحقيق الكثير من المبيعات؟ أتذكر أحداث العام 86 و900 ألف حين وقعت كارثة تشيرنوبيل. سألوني متى سأكتب كتابا حول هذا الموضوع، أجبت بعدم نية القيام بهذا لأنها كانت مأساة حقيقية، مأساة غيرت حياة الملايين من الناس، موضوع لا يمكن التحدث عنه باستثناء الأعمال الوثائقية. بعد ذلك حدثت الثورة البرتقالية في العام 2004. رأينا على الفور بين 5 أو 6 كتبا وبين فيلمين إلى 3 أفلام حول هذا الموضوع، أغلبها كانت قصص حب في الميدان. لكن كل هذه الإبداعات تنسى بسرعة لأن الواقع كان أقوى بكثير من مخيلة هؤلاء الكتاب والمخرجين. كذلك بالنسبة لأحداث هذا الشتاء، مهما كانت موهبة الكاتب فإنه لا يستطيع أبدا أن يتخيل المواقف والأشخاص بصدق وإخلاص كالحال في الميدان. فالواقع كان مأساويا لدرجة أننا لا نستطيع تخيله، يجب أن يبقى كما كان. دوجي دياكو وام أندريو за ваш час. Прошу. Спасибо.